بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الكريم. كما أن هذا الاسم العظيم ورد بصيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل الكريم على وزن فعيل، ورد هذا الاسم أيضاً بصيغة اسم التفضيل، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة، أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت على قلب سيدنا محمد كلمة اقرأ، أي تعلم، أي اطلب العلم، أي لب الحاجة العليا فيك. الله عز وجل كرم الإنسان بأنه منحه قوة إدراكية، وما لم تلب هذه القوة الإدراكية بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. اقرأ، ينبغي أن يكون طلب العلم مرتبطاً بالإيمان. اقرأ من أجل أن تؤمن. هذه القراءة الأولى سماها العلماء قراءة البحث والإيمان. اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأقرب آية لك نفسك التي بين جنبيك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أما القراءة الثانية، اقرأ وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. إذاً القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أما القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، علم الإنسان ما لم يعلم. كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. إذاً أول قراءة قراءة البحث والإيمان، والقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان، والقراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان. ونعوذ بالله من قراءة رابعة، نعوذ بالله، كلا إن الإنسان ليطغى بالعلم. أن رآه استغنى. إذا قوي الإنسان من أجل أن يسيطر على ما عند الآخرين يخترع أسلحة جرثومية تارة، وأسلحة كيماوية تارة أخرى، والقنابل العنقودية، والقنابل الحارقة والخارقة، والقنابل الانشطارية، والقنابل الذرية، قنابل تفني البشر وتبقي الحجر. كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان أحياناً يطغى بالعلم، يستخدم العلم لإبادة البشر،
يستخدم العلم للسيطرة على مقدرات البشر. إذاً قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان، وقراءة العدوان والطغيان. القراءات الثلاث الأولى لا بد من أن تكون، أما القراءة الرابعة نعوذ بالله من أن تكون، لكن عند أهل الغرب أنت قوي إذاً أنت على حق، أما عند أهل الإيمان القوة تنبع من الحق، لا الحق ينبع من القوة، لكن الحق يحتاج إلى قوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لو رجعنا قليلاً إلى المعاني اللغوية لكلمة كريم، الحقيقة أن كلمة كريم كل صفة محمودة تسمى كرماً، كلمة جامعة مانعة. فالحلم كرم، والسخاء كرم، واللطف كرم، والصبر كرم، والمروءة كرم، صفة جامعة لمجموعة كبيرة من الصفات الحسنة. بينما الصفات الخسيسة من جبن إلى بخل إلى حقد، تجتمع الصفات الخسيسة بكلمة لؤم. فكلمة كرم تعني مجموعة كبيرة من الصفات الحسنة، وكلمة لؤم تعني مجموعة كبيرة من الصفات الخسيسة. هذه واحدة. هناك كرم النسب. من هو الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. إنه سيدنا يوسف، قال عليه الصلاة والسلام: يوسف أكرم الناس. هناك كرم النسب. هناك كرم الصورة. قال تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كرم الصورة. وفي كرم المنفعة. الكريم الشيء الذي تكثر منافعه. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. في نفع كبير. وهناك كرم الكتاب. نقول: كتاب كريم كله منافع، كله فوائد، كله حقائق، كله توجيهات صائبة، كله خيرات، كله بركات. إذاً نقول: القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه خلل وليس فيه تناقض، ليس فيه مخالفة للواقع، ولا ضعف في الأسلوب، ولا غثاثة في المضمون، ليس فيه معالجة سريعة، ولا معالجة متناقضة. قرآن كريم خلا من كل شائبة. أيها الأخوة، الكمال المطلق في القرآن الكريم، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الآن كرم المخلوقات. ناقة كريمة، فرس كريم. الناقة الكريمة غزيرة اللبن، درها كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سيدنا معاذاً إلى اليمن من جملة ما قال له: أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
فإنهم أطاعوك يا معاذ إلى ذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني عنده بقرة يحبها يؤسرها، دعها له، خذ بقرة أخرى، إياك وكرائم أموالهم. بالمناسبة الله عز وجل حينما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني الزكاة تؤخذ ولا تعطى لأنها فريضة، لأنها أساس التكافل الاجتماعي. خذ، والآية موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا على أنه نبي في هذه الآية، بل على أنه ولي أمر هذه الأمة. خذ من أموالهم، وجاءت الأموال جمع كي تشمل الزكاة كل أنواع الأموال، حتى البترول عليه زكاة، 20% من واردات البترول هي لكل المسلمين. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. تسمى الزكاة صدقة أحياناً لأنها تؤكد صدق الإنسان. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم، تنمي نفس الغني، يشعر بعمله العظيم، يشعر كيف أنه رسم البسمة على قلوب البائسين، وتنمي نفسية الفقير حينما يشعر أن مجتمعه أكرمه وانتبه إليه وأدخله في عنايته. تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه المعاني الدقيقة لكلمة الكريم. أما لو تابعنا هذا الموضوع لوجدنا الأحجار الكريمة، في أحجار نادرة وغالية جداً سميت الأحجار الكريمة. إذاً كلمة كريم واسعة جداً. أما إذا قلنا الله جل جلاله كريم، قال الكريم يتغافل واللئيم يدقق في العيوب. الكريم من صفات الله جل جلاله أنه يتغافل عن ذنوب عباده، بينما اللئيم يدقق في أدق الذنوب، لكن هناك تغافل وهناك غفلة. الله عز وجل يتغافل، لكن كل شيء عنده بمقدار، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا تخفى عليه خافية. الكريم يتغافل واللئيم يدقق في العيوب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. فالكريم هو الذي يستر الذنوب ويخفي العيوب، هذا شأن الله عز وجل. وإذا قلنا الله كريم، إذا أتاه عباده بالطاعات اليسيرة قابلهم بالثواب الجزيل. هل تصدقون أن إنساناً يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد؟ يعني تاجر مع الله. في مؤسسة استثمارية تعطيك على الليرة الواحدة 100,000,000,000، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة
لذلك قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. إذا قلنا الله كريم، يعني الله عز وجل يجعل هذا العبد الحقير، العبد الفقير، العبد الضعيف، العبد الذليل، يجعله شيئاً مذكوراً، يرفع الله لك ذكرك، يعلي قدرك، يلقي محبتك في قلوب الخلق. عبدي، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذاً يجعل هذا العبد الفقير، الضعيف، الذليل، الحقير، يجعله شيئاً مذكوراً، يخفي عن الناس عيوبه ويظهر محاسنه. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. إذا قلنا الله كريم، إله خالق السماوات والأرض، يخاطب إنساناً من خلقه، يعطيه أمراً ويعلل له الأمر. الله عز وجل يمكن أن يأمر فقط، إنسان قوي يعطيك أمر من دون تعليل، افعل أو أسحقك، لكن خالق السماوات والأرض يقول لك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعطيك التعليل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذاً التعليل من كرم الله عز وجل. أحياناً أب قاسي يعطي ابنه أمر ما نفذه بضربه، أما في أب رحيم يعطيه الأمر ويقول له: يا بني، هذا الأمر لمصلحتك، من أجل مستقبلك، من أجل سمعتك، من أجل تفوقك. وإذا قلنا الله كريم، أعطانا كل شيء، لمجرد أننا قبلنا حمل الأمانة سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، خلق لكم، خلق ما في الأرض جميعاً خصيصاً لكم. يعني أنواع الأزهار بمئات الألوف، أنواع النباتات، نباتات الزينة فقط بمئات الألوف، نباتات البيوت التي تعيش من دون شمس في الغرف آلاف الأنواع. هي بيروي طرفة أنه إنسان أعطى حمار فلة فأكلها، هذه خلقت للإنسان ليشمها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. إذا قلنا الله كريم، يعني أعطى فأجزل، وإذا عصي يجمل يستر. أعطى فأجزل، فإذا عصي أجمل. وإذا قلنا الله كريم، هو الذي لا تتخطاه الآمال، يعني للتقريب يقول لك إنسان محسن: أي شيء تحتاجه اسألني لي وحدي، لا تسأل غيري. في أشخاص كرماء إلى درجة عالية جداً يغار عليك أن تبذل ماء وجهك لغيره، سلني كل حاجتك، أستحلفك بالله لا تسأل غيري. فلذلك الله عز وجل: إذا سألت غيره يغضب عليك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من معاني الله كريم، الله كريم لا يضيع من لاذ به ولا يضيع من التجأ إليه.
ولن يتركم أعمالكم. ضع كل أملك بالله، ضع كل ثقتك بالله، توكل على الله، كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. الآن كما تعودنا أنك تتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله، وهذا معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ينبغي أن تتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله. هو كريم، هل أنت كريم؟ الكريم بيتغافل، ما بيدقق. في أشخاص له أماء، إذا غلطت أمامه غلطة، قناص. الإنسان الكريم إذا هجرته وصلك. في بعض الأحاديث ورد: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا. يعني بيخطب شاب من بيت يجعلونه ملاكاً، فإذا لم تتم الخطبة صار مصاب بأمراض وبيعاء بالساعة وأهله سيئين، بتلاقي مليون صفة سيئة صبت عليه. قال: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرة. فالكريم يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. هل أنت كريم؟ الكريم من إذا هجرته وصلك، وإذا مرضت عادك، وإذا وفيت من سفر زارك، وإذا افتقرت أحسن إليك. الكريم من إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه. دقيق الآن، هذا مستوى رفيع جداً. إذا سأله إنسان سؤال يعاتب نفسه: لما لم يبادر إلى تلبية حاجته من دون أن يسأله؟ إلك قريب تفقده أنت، طرق بابك طلب منك قرض، الأولى أن تسأل عنه وأن لا تحيجه إلى أن يسألك، أن تسأل أنت عنه. لذلك الكريم إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه: لما لم يبادر إلى قضائها قبل أن يسأل عنها؟ نعم، لما أحوجته إلى السؤال قصرت في حقه. طبعاً الشاهد قوي جداً، قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا سماه الله المحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل الذي يقتحم عليك، والمحروم من كرامته وعزته وعفته لا يسأل، فإن لم يسأل يحرم. ماذا تقتضي هذه الصفات لمن يستحق العطاء؟ أن تبحث أنت عنه، أن تسأله من حين لآخر. فالكرماء لا ينتظرون أن يسألوا، يتفقدوا من حولهم ويعطونهم حاجاتهم من دون أن يحوجوهم إلى أن يسألوا. والكريم الذي يتجاوز ذنوب المسيئين ويوصل النفع إلى خلق الله أجمعين، ما بيفرق. يعني في عادات سيئة جداً، قبل أن يساعده أنت منين؟ لا، هذا عبد لله، هذا عبد لله. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. لذلك حينما يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
يعني لن تصل إلى الله إلا إذا تخلقت بكمال مشتق من كماله. لن تصل إلى الله إلا إذا تخلقت بكمال مشتق من كماله. وحينما قال الله عز وجل مرة ثانية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تقبل على الله تماماً، كما لو أنك بحاجة ماسة إلى بيت وعلمت أن إنساناً محسناً عنده بيت ويبحث عن إنسان صالح ليعطيه إياه، عندئذ تتجه إليه. متى اتجهت إليه؟ بعد تلك المعلومة التي نقلت إليك. فأنت إذا تعرفت إلى أسماء الله الحسنى أقبلت عليه، ومن جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها، واعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.